احنا قدامنا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الرسالة الأولى الحقيقة عايز أوجهها إلى سيد الرئيس، سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. امبارح استوقفني في حديثه عبارة مهمة جدا قالها. لما يجي رئيس الجمهورية يقول لك احنا أبدعنا في العمل بتاعنا واللي احنا عملناه في 5 سنوات ده عمل 20 سنة، ويجي يقول لك اللي احنا عملناه في 5 سنين دول اللي هم يعادلوا عمل 20 سنة هي اول خطوة من 1000 خطوة. عرفتوا طموحات السيد الرئيس لشعب مصر ايه؟ عرفتوا هذا الرجل بيتمنى ايه للشعب المصري؟ عرفتوا طموحات هذا الرجل في رؤى المستقبل اللي عاوز يمتع بيها كل مواطن؟ لما بيقول اللي احنا عملناه ده يساوي عمل 20 سنة في 5 سنين، وده خطوة من 1000 خطوة، ويكررها مرتين وثلاثة. ليه؟ لأنه الأحلام كبيرة وده حقنا الطبيعي. شفت امبارح لما بيقول رئيس الوزراء بيقول له احنا عندنا استثمارات 4 تريليون، قال له كام؟ قال له 4 تريليون، قال له لما يبقوا 40 قول لي. يعني هو عارف قدر مصر، عارف يعني ايه قدرات ارقام مصر، وعارف يعني ايه طموحات مصر. هي دي الفترة اللي جاية، وهو اول رئيس جمهورية لمصر ما يقدمش برنامج انتخابي لنفسه، ده قدم رؤى المستقبل. ولما كان حد بيتكلم عن رؤى المستقبل دي معناها عنان السماء، معناها الطموحات الكبيرة، معناها الاهداف العريضة اللي هتشوف فيها مصر العظيمة ان شاء الله. ولما قال مصر هتبقى قد الدنيا، احنا بنشوف كل يوم على الارض الواقع ايه اللي بيحصل في مصر، ونقول له يا سيادة الرئيس احنا خلفك وما تقلقش، احنا ما عادش ينفذ الى عقولنا ولا الى قلوبنا اي بدع. البدع اللي بتحصل في الاذاعات العالمية وفي التلفزيونات اللي هنا واللي هنا ما بقاش يخش علينا. احنا عندنا دلوقتي في قلوبنا وفي عقولنا مناعة، مناعة ضد المهاترات دي خلاص، مناعة ضد اهل الشر، مناعة ضد العمليات الارهابية، مناعة ضد اعداء الوطن كلهم خلاص. الوحدة الوطنية اللي اتبنت النهاردة خلال 5 6 سنين اللي فاتوا كلنا على تراك واحد، كل قوى الشعب الوطنية موجودة عشان تقول تحيا مصر. احنا قدامنا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.